رجل أمة، هكذا وصف الناس الإمام آية الله العظمى محمد بن مهدي الحسين الشيرازي. رحل عن عالمنا مخلفا وراءه تراثا قل نظيره في تاريخ الفكر الإنساني، فعدد مؤلفاته فاق 1160 مؤلفا ما بين كتاب وتعليق وموسوعة، وبموسوعية وعلم غزير في مختلف فروع الشريعة الإسلامية والفكر الإنساني واللغة العربية. أبحر آية الله الشيرازي في مناحي العلم والمعرفة، وترك وراءه أعدادا ضخمة من المريدين والتلاميذ الذين ينتمون إلى المذهب الجعفري في إيران والعراق والهند وباكستان وبلاد الخليج العربي، وكثيرا من المقيمين في بلاد المهجر. ولا غرو في ذلك، فقد كان يعتبر مرجعية لدى معظم المسلمين الشيعة، بل إن كثيرا من علماء المذاهب السنية اعتمدوا على آرائه ومؤلفاته، وكانت آراؤه ثورية للغاية، خاصة عندما تتعلق المسائل بتلقي العلم أو حرية الاعتقاد أو التعايش السلمي ما بين الطوائف المختلفة. ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1927، وينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والكفاح من أجل المبادئ. أنجبت أسرته اثنين من أكبر علماء المذهب الشيعي الجعفري، اللذين لعبا دورين مركزيين في الثورات المتعددة التي اكتنفت إيران والعراق. أولهما آية الله ميرزا حسن شيرازي، قائد الحركة الدستورية أو ما اصطلح على تسميته بحركة التبغ في إيران، والثاني هو آية الله العظمى محمد تقي شيرازي، قائد ثورة عام 1920 في العراق. أما والد آية الله العظمى الشيرازي فقد كان آية الله العظمى مهدي شيرازي، وقد كان المرجعية الشيعية العليا إبان حياته، وتنتسب الأسرة إلى العترة النبوية المشرفة. استقر الإمام الشيرازي في مدينة كربلاء وعمره 9 أعوام، ودرس التعليم الابتدائي ثم أخذ يتلقى العلم على يد كبار الأئمة في سن مبكرة، وكان من أصغر الذين اعتبروا مرجعيات في تاريخ المذهب الجعفري. فالرجل أخذ صفة المرجعية منذ عام 1960، أي عندما كان عمره 33 عاما فقط. انتهت به آراؤه الثورية في الحياة وإصراره على قيام حكومة إسلامية شورية في العراق، إلى تصادم حتمي مع الحكومة العراقية التي نفته إلى لبنان عام 1971. ومكث الإمام الراحل في الكويت حتى قيام الثورة الإسلامية عام 1979، حيث هاجر إلى قم. واصل آية الله العظمى الشيرازي جهاده العلمية والسياسية في قم، حيث كانت آراؤه مسار إعجاب كثيرين وربما غيرة بعضهم، واعتبره البعض معارضا لما كان لآرائه من صدى، فهو كان أكبر مرجعية شيعية حتى في حياة آية الله روح الله الموسوي الخميني. وربما سيذكره كثيرون من مختلف الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية بآرائه الجريئة عن الحرية ورفض الاستكبار، وأن الحرية حق للبشر لا يجوز لأي كان استلابها، رحمه الله.